ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ الناس كتير طلبت مني وصفة لحب الشباب. بصي هقولك على كام حاجة كده تعمليها قبل ما ندخل في الوصفة على طول. اول حاجة ما تنسيش تعملوا لي لايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، واللايك اهم حاجة عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات وكله يستفيد. اول حاجة لازم قبل ما نلمس وشنا بنغسل ايدينا كويس جدا ومنعقمها وبنغسل وشنا، وهنغسل وشنا بالغسول المناسب لينا لكم صورته دلوقتي. وبعد كده ببدأ ان انا احط الوصفة بتاعتي، واخر حاجة الكريم. الكريم دوت اول مرة ما هحط لكم برضك صورته دلوقتي. يلا بينا الاول نقول الوصفة وهنبدأ بالتفاصيل. اول حاجة هنا الوصفة دي قوية جدا جدا جدا، وبتموت البكتيريا وبتموت الميكروبات اللي بيبقى جوه الحباية او الحباية النشطة. بس الوصفة دي ما تنفعش للناس اللي الحبوب عندها مفتوحة، يعني فيها تعويرة مفتوحة، الكلام ده كله هتحس بحرقان شديد. اول حاجة هاخد معايا الثوم. الثوم من الحاجات الجميلة جدا اللي بتموت البكتيريا، وكمان بتزيل اي رواسب او بكتيريا او ميكروبات جوه الحباية وبيكوي الحباية. فالثوم حاجة من الحاجات الحلوة جدا. فصين اتنين ثوم بس، تمام كده. زي ما قلت لك ان الثوم حلو قوي 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 للحبوب، فعشان كده الوصفه مهمه جدا النهارده وقويه جدا. بالنسبه للناس اللي عندها حبوب مفتحه تقدر تستخدميها عادي، بس هتحسي بحرقان او لسعه بسيطه. لو هتستحمليها حطي على حبايه واحده، ولو هتستحملي الخلطه دي كملي على بقيه الحبوب. هنا انا بشرت الثوم بتاعي زي ما احنا شايفين، واهم حاجه ان هو يكون مبشور ناعم جدا. الوصفه دي على فكره متجربه، يعني وصفه جميله جدا، ومش وعلى فكره ناس كتير جدا عاملاها على النت، مش انا برضك لوحدي، بس انا حبيت ان انا افيد بيها ناس كتير طلبتها مني عندها حبوب شباب وكده ومضايقاها. فالوصفه دي حلوه قوي قوي قوي، بتستخدميها مره يوميا الوصفه دي، تمام. انا هنا بشرت التوم بتاعي زي ما احنا شايفين كده، ناعمة اوي زي ما احنا شايفين. انا حاولت ابشرها على قد ما بقدر، ابشريها بالمبشرة الصغيرة، تمام كده. بصوا ناعمة خالص ازاي، عشان تبدأ الوصفة تبقى معاكي سهلة وتعرف تستخدميها. هبدأ كمان اجيب معايا الليمون. الليمون من الحاجات الحلوة جدا اللي بتكوي الحبوب، وكمان بتزيل البكتيريا وبتزيل اي برضك حاجات مش كويسة في الحباية، لان في حبوب كده بتبقى مش متعقمة او متطهرة او الكلام ده كله، فالليمون بيطهرها وبيعقمها وبيزيل اي حاجة وحشة في الحبوب، فحلو قوي. فحطيت عليها نص ليمونة وقلبتهم كويس زي ما احنا شايفين، تمام كده. هبدأ اجيب معايا الزبادي او الياغورت او الروب. هاخد منها معلقة واحدة برضو صغيرة، عشان ما يبقاش فيه نسبة دهون، بس عشان كمان ما يبقاش فيه نسبة حرقان لو حطيت الوصفة عليها على الحباية بتاعتك، ما يبقاش فيها لسعة او حرقان، لا تهدي معاكي وتظبط معاكي الدنيا، عشان الناس اللي تحب تستخدمها حتى لو فيها حبوب مفتوحة او حية لسه، يعني لسه فيها دمل او حاجة زي كده، تقدر تستخدم الوصفة من غير ما تحس باي حرقان او اي حاجة. ممكن تحط كمان معلقة عسل نحل عليها لو انت حبة. وبجيب الودانة زي ما انت شايفة، وابدأ اعمل كده على الحبوب زي ما انت شايفة بالظبط، شايفة بجيب الودانة كده واحط على الحباية حباية، ما بحطش على وش كله علشان ما عديش وش كله وانقل كل الحبوب في وش كله ويبقى شكل الدنيا مش تمام، وايدينا لازم تبقى مغسولة كويس جدا قبل ما نبدأ نعمل اي حاجة في وشنا، علشان خاطر البكتيريا والعدوى بتتنقل من الوش كله. فهنا ببدأ ان انا انقط على الحباية حباية بالودانة زي ما انت شايفة، بس بقى حوالي ربع ساعة، وبعد كده بشطف وش كويس جدا بالغسول بتاعي، وببدأ ان انا احط المرهم اللي انا حطيت لكم صورته في اول الفيديو. الوصفة جميلة جدا، استمري عليها هتلاقي الحبوب ابتدت تقل معاكي وتظبط معاكي جدا. الوصفة ناجحة وسهلة، الخلطة دي هتموت الحبوب في مدة اسبوع واحد لو انت فضلتي مستمرية عليها يوميا بالشكل ده، هتخلي الحبوب شكلها الطف وشكلها مناسب وكمان ابتدت تقل. متنسوش اللايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من البنات وكلهم يستفادوا. باي باي.